رسميا لحسم ملف الإيجار القديم، والتزامن مع مناقشات البرلمان لملف الإيجار القديم نرصد السيناريوهات التي أمام البرلمان لإنهاء تلك الأزمة المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك في ضوء المقترحات التي وصلت إلى جانب من أعضاء مجلس النواب والذين أكدوا ضرورة أخذها في الاعتبار لإنهاء العلاقة بين الطرفين في إطار يحمي المستأجر من جهة ويوفر له حماية اجتماعية من جهة أخرى، يحمي حقوق الملاك كذلك. وتعقد لجنة الإسكان اجتماعات متتالية خلال الفترة الحالية من أجل مناقشة قانون الإيجار القديم واستعراض التفاصيل المتعلقة به، لا سيما في ضوء ما صدر من تشريعات كان آخرها في عام 2022 والتي كانت نافذة أمل للملاك من أجل حسم قانون الإيجار القديم وغلقه نهائيا، وزاد من أمل ملاك الإيجار القديم أنه يبان إصدار قانون خاص بالأشخاص الاعتبارية. شكلت لجنة حكومية برلمانية لبحث إصدار قانون جديد يخصص الوحدات السكنية، غير أن تلك اللجنة جمدت عملها في ضوء تطورات اقتصادية طارئة وزادت أوليات أخرى لدى الحكومة بحسب تصريح سابق لوزير العام الذي كان على رأس تلك اللجنة سيناريوهات البرلمان لحسم ملف الإيجار القديم، ولم تستأنف تلك اللجنة عملها إلى الآن، بينما تعقد الآن اللجنة الإسكان التي رأسها النائب محمد عطية الفيوم مناقشات لبحث ملف الإيجار القديم، والذي أشار فضلاء الفيوم إلى أن البرلمان عازم على أن يكون هناك مشروع قانوني خلال دور الانعقاد الحالي من جانب الحكومة، وإلا فالبرلمان به العديد من المشروعات. لأول مرة تشوفنا، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لموصلك كل جديد.